فكرنا على أن قبل بداية المهرجان اللي احنا مقبلين عليه إن شاء الله ما بين الفترة جوج ومي إن شاء الله الأسبوع المقبل بالضبط، بغينا نعرفوا بمهرجان ديالنا، والحمد لله أن المهرجان ديالنا سبقنا نعرفنا به وكيعرفوا، لأن هذه الدورة الحادية عشرة والمهرجان الثاني لمسرح الشباب، وهذه تجربة عشناها العام اللي فات مع الهوات هوات المسرح، لأن ثبتت التجربة من بعد ما مرينا من مرحلة المسرح المدرسي، بقينا على أن اكتشفنا على أن هذوك الأطفال اللي كنا كنشتغلوا معاهم هما مازالين يافعين، وصلوا لواحد السن اللي هو معين ديال أنه اقتحموا دور الشباب وبداو كينشطوا في إطار الأندية. ففكرنا علاش ما نعاودوش نستمروا مع هذاك الرعيل الأول ونستمروا معاهم ونتموا التجربة باش نوصلوهم، والحمد لله على أن التجربة عطات الثمار ديالها. الفرق المشاركة في جميع الجهات، سواء المهرجان كبر كاين كيمر من مراحل باش كتجي التصفيات باش كناخذوا الفرق اللي كل فرقة كتمثل جهة، من بعد الإقصائيات الإقليمية ثم الجهوية، وملي كنوصل مرحلة الجهة كل جهة كتعطينا واحد التمثيلية ديال واحد الفرقة معينة اللي هي كتشارك في المهرجان الوطني، وكتكون المنافسة على الجوائز التحفيزية اللي كنعطيهم، وكنكرموا بعد الفعاليات الفنية اللي اسدات خدمة للمسرح الهوات والمسرح المحترف، والحمد لله على الامور غاده في الطريق السوي. وهذا الشيء طبعا بشراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل، اللي لقينا الايادي الممدوده ولقينا الدعم، اللي حقيقه نقطه حسنه تسجل الوزاره، لانها اكدت بالملموس على انها كتحاول انها توجد شباب اللي هو غادي يكون الخلف لهاد الناس اللي هما الان كيأسسوا الساحه المسرحيه الاحترافيه. طبعا من حسنات هذا المهرجان انه يكرم ايضا مجموعه من الوجوه في اطار مد جسور التواصل ما بين ماضي المسرح ومستقبل وحاضره ومستقبله. هذه السنه هذه سوف يتم تكريم اسمين اثنين، المسكيني الصغير كمؤلف ومبدع مسرحي معروف ساهم في مرحله مسرح الهوات بشكل كبير، ثم الممثله المخضرمه كنزه فريدو واللي اشتغلت لاكثر من 50 سنه في مجال مسرح الهوات ثم انتقلت الى مجال الاحتراف. طبعا احنا سعداء جدا اننا استطعنا اننا نكسبوا شركاء مهمين ليساعدونا في انجاز هذا المهرجان هذا، طبعا بالبدايه بوزاره الثقافه والشباب والتواصل قطاع الثقافة، ثم مسرح محمد الخامس، ثم مجموعة من الجهات الأخرى، نشكرها جزيل الشكر.